تبقى إحنا ننظر إنه الشركات المقدمة للخدمة والشركات اللي هي المشغلة للخدمة الاثنان نعتبرهم عملاء وشركاء في نفس الوقت، لأنه لما يعني تحس إنه صاحب المؤسسة أو الشركة في كلا الوجهتين يعني كلا الجهتين يشعر بالارتياح ويعني يلاحظ الاستقرار في التشغيل أو في البناء، هذا الشيء هو اللي نحن نطمحه. تمام، فالهدف النهائي بالنسبة للشركات اللي هي يعني بتقدم الخدمة وبتطور المنتجات، كل ما كان في استقرار فني، كل ما كانت الشركة مستقرة، كل ما كانت منتجاتها واضحة، كل ما كان هذا هو الطريق السليم ليها. تمام، ونحن نطمح أن نكون نحن شركاء في مساعدتهم للوصول لهذا المستوى. تمام، شركة مستقرة معناته موظفين مستقرين مش يتعلموا على طول، منتجات واضحة، اتجاه واضح، رؤية واضحة، هذه شركة ممتازة. نجي للعميل، عميل مستقر، ما في دروب، ما في سيستم داون، ما في إشكالات وتحديات، ما في يعني في استابيليتي واستقرار كامل، استهلاك الموارد محدود، موضوع الحلول بالنسبة للصيانة فوري، وفرة المبرمجين متوفر ودارج يعني مدعوم وماشي مع خط السوق. تمام، كذا يكون مستقر، وهذا الشيء هو اللي نحن نطمح له. في كل الاثنين اللي يجمع بينهم هو في النهاية الاستقرار. كل ما كان الوضع مستقر، كل ما كان الموظف وصاحب المؤسسة والشركة والشركة المشغلة والموظفين تبعهم كلهم يعملون ليعيشون ليس يعيشون ليعمل. المفروض الواحد الإنسان يعمل مش يعمل عشان يعيش. تمام، يعني ما يكون يعني حياته متمركزة على العمل، لا، هو العمل نحن نعمل عشان نعيش. تمام، تهميش التقنية إلا من أحب، يعني اللي عنده شغف في التقنية وهذا يبغى يركز حياته على التقنية هو حر. تمام، لكن مش كل الناس يبغوا هذا الشيء، في ناس حتى موجودين في التقنية ما يحبوا في التقنية غير مصلحة ودخل معين وبس. تمام، فالغلط إنه الشركات التقنية تتحول إلى مراكز بحث، ونعرف كلنا إنه مراكز البحث دائما يعني ما عندها مربح. شايف انت لو رحت في البحث رحت في الخسارة على طول، وهذا طبعا نتيجة للتغييرات وكل شوية ورا الترند، واليوم لا اليوم ايونيك وبكرة فلاتر بعد ما ادري ايه. لا كده، ونيجي للشركات المشغلة ماشيين ورا الترند، اليوم شير بوينت، بكرة شو اسمه، بعده ساب، بعده ما ادري ايه، ملايين رايح ملايين جاي، وكل شوية دورات وهذا. لا كده ما يصير، هذا إهدار للموارد وإهدار للوقت صراحة. إلى متى الواحد هينسي يتعلم؟ الاحتياجات هي ما راح تتغير، قد تزيد يعني بين فترة وفترة، ولكنها هي ذات. ليش الأشكال؟ ما يعني.